10 ايام يعني وتقفل تاني. بنقفل تاني. الدوري عايز شغل رهيب قوي، منافسه كبيره قوي، في منافسين ماشيين بشكل كويس. بطوله افريقيه صعبه جدا جدا جدا، المجموعات اللي موجوده صعبه قوي. وبطوله البطوله الافريقيه هي زي ما احنا اتكلمنا على الدوري يا كابتن اسلام، احنا اتكلمنا على الدوري ان هو الاهم. البطوله الافريقيه دوري الابطال هو الاهم، يعني مع احترامي الكامل للكونفدراليه، لكن على المستوى العالمي انا بتكلم حاجه على المستوى العالمي. يعني عمرك ما تلاقيت مثلا ريال مدريد بطل الكونفدراليه، عمرك ما شفت برشلونه بطل الكونفدراليه، لكن دوري الابطال هو دوري الابطال. الفيفا كمان لما بيجي يختار بيختار ايه اللي بيمثله كاس العالم للانديه؟ دوري الابطال. دوري الابطال. حتى افريقيا او الفيفا لما اقترحت ان يبقى في 2021 اللي هتتعمل في الصين اول ثلاثه في دوري الابطال، في دوري الابطال ما اختارش حاجه بالكونفدراليه. فاذا دوري الابطال يعني الحمد لله رب العالمين. احنا متهيالي يعني احنا ما غبناش عن دوري الابطال خالص، متهيالي النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي يعني يعني بتتكلم من كام، من 16 17 سنه مثلا. من فتره طويله قوي، حتى لما رحنا الكونفدراليه رحناها من دوري الابطال، خلي بالك دوري الابطال. بس لكن الناس خلي بالك بتعتبر ان انت ما تفوزش بدوري الابطال ده غياب، هي بطوله المحببه ليك. تمام. ويمكن الالفيه الثالثه لما بدات احنا بداناها ب 2005 ب 2001 وبعدين 2005 وبعدين 2006 وبعدين 2008 وبعدين 2012 2013 وفي غياب استمر لست سنين. الست سنين دول وصلنا نهائي مرتين وما وصلناش. عشان كده حلم كل اهلاوي وكل جهاز فني وكل واحد مسؤول في وكل لعيب في النادي الاهلي ان احنا نحققها ان شاء الله الرحمن. لكن هل ده بالكلام؟ هل ان احنا نتكلم كده؟ لا مش بالكلام. لا، مهم قوي ان احنا نشتغل ونشتغل بالزبط. كويس قوي، ونقفل قوي مع على نفسنا، نقفل جدا على نفسنا مهما كانت الحاجات الاشياء اللي حواليك. مهم قوي ان انت تقفل تشتغل وانت مستمتع مش وانت مضغوط. هتروح تقابل فرق ليها تاريخها ومكانتها في بلادها. السنه دي كمان الوضع مختلف، النهائي من مباراه واحده بس، انت ما تفكرش في اعلى نقطه وانت لسه قدامك كذا نقطه، ما تفكرش في رقم خمسه وانت لسه ما عدتش على واحد واثنين وثلاثه واربعه. صح. عشان كده انت بتاخدها مرحله مرحله تحقق منها هدفها ان شاء الرحمن، لكن عايزه شغل من نار. معلش يا كابتن سيد انا عايز اسالك سؤال، ان